أهلا ومرحبا بكل مشاهدينا في الساعة الثانية من صباح الشروق، والساعة الثانية أيضا مختلفة ومميزة، حافلة بالموضوعات الشيقة والجميلة. على رأس الموضوعات دائما الملف الرياضي المهم جدا، الرياضة. هذا الصباح وحديث الرياضة لكل عشاق الرياضة. داخل الاستوديو معنا الأستاذ محمد عوض، الصحفي الرياضي. أهلا ومرحبا بك محمد، صباح الخير عليك. بك علينا ومرحبا بشاهد مشاهدين الشروق. أهلا بك محمد. نبدأ بأول الأخبار المهمة ونتحدث عنها بإسهاب، يعني عودة الدوري الممتاز للدوران من جديد بعد توقف دام سنة كاملة. نعم، أقل من سنة اليوم عجلة الدوران تعود من جديد لبطولة الدوري الممتاز بثمانية مباريات مهمة، الخرطوم الوطني والمريخ في أهم اللقاءات باستاد الخرطوم. عصر اليوم الفريقين يعني أكملوا إعدادهم بشكل جيد. المريخ تقريبا هو يعني الفورمة بتاعت اللاعبين بتاعينه هي أكثر من خرطوم الوطني، نسبة لوجود 9 لاعبين من قبل الفريق في المنتخب الوطني. التدريبات كانت مكثفة خلال الثلاثة أسابيع الماضية. ايضا الهلال يواجه اهلي مروي مساء على ملعبه، برضه يعني مباراه مهمه جدا، على الرغم من انه يعني الهلال بدا في المتاخر، او عدد كل يعني لو قارنا انه في انديه كثيره جدا بدات متاخر في اعداده. اهلي مروي من الانديه المتميزه، ظهرت بشكل كويس بقياده الطاقم الفني بقياده فاروق جبره. برضو يعني حتكون يعني مباراة يعني جيدة هذا المساء. برضو يعني المباراة برضو المهمة الأخرى حي العرب هلال الأبيض. هلال الأبيض يعني يسعى هذا الموسم إلى خطف أحد بطاقتي التأهل الكونفدرالية، يضم لاعبين على مستوى عالي، مدرب متمكن خالد هندان، المدرب المغربي المعروف الذي يعني عمل طفره كبيره جدا بهذا الفريق. برضو عندهم اللاعب الفلتة مصعب جلنجات، هو يعني من المهاجمين الخطيرين جدا، وانا بستغرب لحد هسه يعني الجهاز الفني للمنتخب ما يختار هذا اللاعب للكليه المنتخب، مع انه عنده 8 اهداف في بطوله الدوري الممتاز. ايضا اللقاء برضو الاخر مساء اليوم باستاد الخرطوم، اهل الخرطوم في مواجهة مريخ الفاشر، يعني لو صنفنا انها من المباريات المتكافئة. ملعب دار الرياضة يعني يحتضن برضو يعني مباراة هامة بين الفلاع عطبرة والامل عطبرة، ديربي عطبرة، هي برضو يعني مباراة يعني حتكون قوية جدا. بس يعني كل المباريات دي ما حيكون فيها جماهير، بدون جماهير نسبة يعني للوضع الراهن. الوضع الراهن نعم. استاذ محمد، كيف تقرا انت يعني عوده الدوري في ظل هذه الظروف؟ والله يعني تكميليه بعيدا عن الجماهير يعني. نعم، اول حاجه الدوري حيكون ضغط، كل 48 ساعه حتكون في مباراه. ثاني حاجه نفسيا اللاعب السوداني يعني نقدر نقول انه ما مهيأ، صعبه نعم. ما مهيأ لكن نعم العمل النفسي يعني صعب ذاته اليامادي، الاقتصادي، الناس يعني السيول والفيضانات، الناس كلها متأثرة يعني بالأشياء دي. يعني صراحة يعني لا بس مجرد تكملة، وتحديد الفرق الأربع المشاركة في بطولة أبطال أفريقيا والكونفدرالية فقط، والفرق الهابطة من الدوري لا شيء بعد ذلك. دوريات من حولنا انتهت بشكل جيد جدا، دوريات جديدة، في الدوري في قطر بدا، دوري في انجلترا بدا، دوري في اسبانيا خلاص. يعني شوفي الناس دي مرحلة الكورونا ذاته تخطوها على الرغم من انه كان اصاباتهم كبيرة جدا. نعم. لكن نحن تأخرنا يعني صراحة في الفترة الأخيرة. برضه الدول الأفريقية دوريات كثيرة جدا انتهت. طيب إيجابا أو سلبا، هل هي يعني قيام الدوري في ظل هذه الظروف يعني مهم بالنسبة للفرق والنوادي وحتى اللعيبة؟ لأنه زي ما ذكرت النفسية قد تكون نفسيتهم تأثرت بالوقوف والله الطويل لجائحة كورونا، والآن لا تسمح، لكن لا يعود الدوري الشداد الأخيرة كانت بأنه
يعني التصنيف بتاع الأندية السودانية، يعني إذا ما اكتمل الدوري السنة دي، لا لا، التصنيف في الاتحاد الأفريقي هينزل بشكل كبير جدا، والأندية ذاتها يعني لا 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 ما هيكون عندنا إعداد لمباريات البطولة الأفريقية، لأن البطولة الأفريقية هتبدأ في 6 فبراير القادم. يعني أو نقدر نقول مهم، نعم نتفق عليه، نعم مهم في هذه الظروف، نعم لكن نعم مهم بشكل كبير. لكن برضو يعني الدوري ده لو انتهى مثلا 15 او كم 20 اكتوبر، يعني برضو يعني حيكون في اجهاد كبير جدا للاعبين، في مباريات كثير، حتى لاعبي المنتخب الوطني في الانديه حيكون مرهقين بشكل كبير جدا، لانه مباريات ضاغطه، حيلعبوا مع المنتخب، حيسافروا معاه برا لمباريات وديه، سواء كان في تشات او في تونس. المنتخب حيلعب مباراتين امام المنتخب التونسي وامام توغو، نعم. لكن برضه يعني العامل كبير عامل الضغط كبير، نعم. يعني نعم. التاخر وعدم يعني المشاكل اللي كانت حاصله كلها، وعدم الاتفاق والوقوف الطويل، كل هذه الاشياء يعني اثرت سلبا على اللاعب تحديدا، يعني لانه اللاعب هو اللي بيتضرر في الاخير. نعم. عموما احنا نتمنى له التوفيق، يعني ان شاء الله والله نتمنى انه الدوري يكتمل ذاته سريع يعني بصوره، نعم، يعني ترفع ان شاء الله الكره الصينيه، نعم يعني نعم اللي نعم نزلت كثيرا. اتحاد الكره يلجا للجيش لفحص كورونا. نعم، الاتحاد بالامس لجا للقوات المسلحه من اجل فحوصات اللاعبين وكل مرتادي الاستاد، من اداريين لاعلام لحتى موظفين لمباريات اليوم. صراحه حتى المباريات القادمه دي حاجه كويسه، يعني بيكون يعني في شبه توأمه مع الجيش، لانه صراحه اللعيبه محتاجين فحص كل يومين او ثلاثه قبل المباريات. وافتكر بانه يعني دي حاجه كويسه جدا انه الاتحاد يعني استخدم السبل في انه استقطب الجيش، ويعني الجيش ذاته جزاهم الله خير، يعني وافقوا على الفور بانه يعني حيفحصوا لكل مرتادي الاستاد وكل اللاعبين قبل المباريات. ايضا من الاخبار سوداكال ما بين قبول المفوضيه برئيس المريخ ورفض الاتحاد العام التعامل معه. والله طبعا يعني في المريخ ذاته في افلام يعني توم اند جيري، يعني اكشنات الفتره الماضيه يعني كان في احتجاجات من قبل جماهير المريخ، برضه في اجتماعات من قبل زعماء المريخ وكبار المريخ مع البروف كمال شداد. المفوضية من جانبها أكدت بالأمس أن يعني سوداكال هو الرئيس الفعلي لنادي المريخ، وشداد برضو يعني عنده مشاكل كبيرة جدا مع المفوضية، وقال لا 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 رئيس المريخ القادم حيحدد بالجمعية العمومية أو بالطريقة الشرعية الديمقراطية كما هو متبع. كل الاتجاهات في المريخ يعني بتلجا بانه يعني الناس دي دايره تغير المسار عشان تمشي للجنه التطبع، وما اظن يعني تنجح في المريخ بشكل كبير، لانه نجحت في الهلال نوعا ما في الفتره الماضيه بترأس هشام الصوبات، لكن في المريخ في صراعات كبيره جدا من الكيانات، والناس كلها يعني دايره النظام الاساسي بتاع المريخ ما انجاز بشكل واضح، لانه فيه تقريبا ثغرات كبيره، الثغرات دي ما دايرين تتقفل عشان في مرشحين ثاني دايرين يجوا راجعين ثاني، لكن برضو الباب يتقفل في وجههم بشكل كبير. لكن احنا نتمنى يعني انه يعني النظام الاساسي يكتمل، الانتخابات تعود للمريخ كلها فضلت 7 أو 8 مباريات. يعني هل فتح تجديد باب العضويه للمريخ ده يعني خطوات خطوه جيده؟ نعم، خطوه جيده جدا، ووجد اقبال كبير جدا من قبل الاعضاء، من قبل المشجعين، يعني قاموا بتسديد متاخراتهم في الفتره الماضيه. يعني احنا نتمنى انه تكون الجمعيه العموميه للمريخ جمعيه ديمقراطيه بالمعنى الحقيقي، وكل من يرى في نفسه الكفاءه
غادر على قيادة النادي بيجي بالباب يعني. الحكاية دي ما صعبة، الباب مفتوح. نعم الباب مفتوح، يعني هو إدارة الأندية دي ذاته الداري تولى من عليك الله في ظروف قاحلة اقتصادية قاحلة. نعم في هلال مريخ يعني، يعني رجال أعمال والله صراحة ما بيستعملوا، ما بيستحملوا إنه يشتغلوا في هلال مريخ في الفترة القادمة أو الفترات الماضية. دايرة يعني دايرة الأندية دي دايرة زول قلبه قوي، الأندية دي دايرة تكون مؤسسات، مؤسسات غير مؤسسات ما بتمشي لقدام. قلنا من قبل إنه إدارات الأندية في هلال مريخ بتتحكم بشكل كبير جدا، يعني الليلة أنا بدفع للهلال والمريخ ده، بجيب المدرب، بجيب اللاعب، بتحكم في إنه اللاعب ده يلعب ولا ما يلعب، بتحكم في إنه المدرب ده لو رفض لي خدت التشكيلة تانية أنا تاني يوم أفسق عقده. دي كلها يعني حاجات خاطئة، المؤسسية دي لازم تكون في الأندية يعني. لا المؤسسية بتعمل بمهنية عام. نعم نعم، بعيدا عن العقد يعني. نحن لو قارنا نفسنا بأقرب ناس تينا بس المصريين، تمسك الأهلي والزمالك. نعم مؤسسية كبيرة جدا يعني. الليلة غارني الأهلي المصري يعني بيجيب لاعب زي بنون المغربي، لاعب مدافع المنتخب الوطني المغربي ومدافع الرجاء البيضاوي بمبلغ 5 مليون يورو. يعني شوف الناس ذاتها مشت لوين، وصلت بعيد، وصلت بعيد، وبيسوق له لاعب بمبلغ ما يعادل 25 مليون يورو لانديه خارجيه. يعني شوف الناس فاتتنا بشكل كبير جدا. نعم, نعم. الجهاز الفني بفضل المؤسسيه. نعم نعم بفضل المؤسسيه، بتجيب جهاز فني مقتدر، بتجيب لعيبه متميزين، بتجيب الموظفين على كوادر على مستوى عالي يديروا النادي. ما دي مؤسسه يعني. الشغل العشوائي في انديتنا ده والله ما ودينا لقدام. يعني قصه نصل للدوري الثمانيه والمجموعات ونتغلب 3 و4 من الاهلي المصري والوداد المغربي ومازيمبي ونرجع ثاني نبدا من الصفر، لا 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 دي ما بتودي لي. عموما احنا عاملين يعني انه يكون الـ 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 يعني القادم افضل في الـ في الـ في الملف الرياضي وفي الشان الرياضي في السودان باذن الله تعالى، عاملين ذلك يعني. والله نتمنى ذلك. يعني شكرا الاستاذ محمد عوض صحفي الرياضي على هذه المساحه التحليليه لاهم الاخبار الرياضيه صباحا، شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا. نعم.